السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من أيام لام. كما ترون خلفي منزل فيه أسرار كثيرة عن هذه الحلقة. الإيمان بالقدر خيره وشره. كيف أؤمن أن القدر واقع وحاصل دون أي دلالة واضحة له سوى تجاربي وخبراتي عنه؟ كلام شربك معقد شوي، خلونا نتجه إلى البساطة قليلا. هنتعرف الآن على هذا البيت العظيم، وهو البيت الذي أسميته بيت القدر. تفضلوا. بسم الله. سبحان الله، كما تركته في آخر مرة، هذا هو بيت القدر. زي ما أنتم شايفين، بيت القدر مليان غرف كثيرة. الغرف كلها جنب بعض، الأبواب كما تشاهدون. كل إنسان يأخذ قرار في حياته لابد أن يأتي إلى هذه الغرفة، وهي غرفة القدر. كل باب من هذه الأبواب يمثل قرار من قراراتك في الحياة. طبعا قراراتنا في الحياة بناخدها بناء على المكتسبات العلمية والعاطفية، فبناء عليها بنيجي كل مرة بنوقف في هذه القاعة وبنختار أي الأبواب نفتح. هنا تكمن نقطة الإنسان مسير أم مخير أم مسير ومخير. في بعض الناس من المؤمنين يقولوا الله سبحانه وتعالى يسير لي الأمر كاملا مكملا دون أي تقدير من عندي، وهذا بالطبع خطأ، وإن كان في بعض الأحوال هو صواب. ولكن ما هو الأمر اللي أنا موكل فيه في حياتي؟ أنا محتاج أعرف أنا موكل فيه في حياتي. يعني أي باب أفتح من هذه الأبواب يقع علي قضاء الله سبحانه وتعالى بما اخترت أنا. إذن المسألة أي الأبواب سأفتح؟ تعالوا نجلي الموضوع أكثر وأكثر عشان نفهم. تفضلوا، حياكم الله. تفضل. نحن الآن نقف على أعتاب أحد أبواب القدر المخبأة لي. ففي بعض الأوقات أختار أحد الاختيارات التي أظنها بعقلي وبعاطفتي أنه اختيار جيد، فأقدم وأفتح الباب. أرى في الباب أشكال جميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، أشياء جميلة في هذا الباب، فايرووركس وأشياء حلوة. ولكن ماذا يخبئ الباب بالداخل؟ يا جماعة، المسألة دائما لا تكمن بظاهر الشيء. فأنا ممكن أجي أفتح أحد أبواب القدر في حياتي ويأتي علي بما لا أتحمل ولا أستطيع. أحد الأشخاص وكأني أسمعه الآن بيقول يا شيخ خليها على الله سبحانه وتعالى ولا نحسب. طيب، وإذا ما حسبت كل خطوة سأخطوها في حياتي من غير المكتسبات العقلية والقلبية هتكون مشكلة. فلو فرضنا أحد الأشخاص قال أنا خلقت لكي أكون فقيرا، الله سبحانه وتعالى ما خلقك كي تكون فقيرا، ولكن أنت أخذت الأسباب وقفت في هذه الغرفة أكثر من مرة، وأتيحت لك الأبواب هذه أكثر من مرة، ولكنك كنت تختار الأبواب الخاطئة. يعني المسألة مرهونة باختياراتي أنا، وبعد كده الله سبحانه وتعالى ما يوجهه لي يكون الخير معه. فمثلا نفترض أني فتحت أحد الأبواب الخاطئة، وخلينا نسميها نرمزها بالباب الأحمر، وتركت أحد الأبواب الصالحة، خلينا نرمز ونقول الباب الأخضر. لو فتحت الباب الأحمر سنكتشف أن رحمات الله سبحانه وتعالى موجودة حتى في اختياري الخاطئ، ولكن أولا وآخرا كان اختيارا خاطئا مني. يعني اللي حابب أنا أوصله في الأخير إنه كل إنسان يقف عند أي قرار من قرارات حياته في هذه الغرفة المستديرة المليئة بالأبواب، أيها يختار، أيها من قضاء الله يقع عليه. فإذا المسألة مرهونة بي أنا،
وليست كلها مقدر ومكتوب. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. مش كل الكلام بالشكل هذا. هديكم مثال حصل معايا أنا شخصيا. قابلت أحد الأشخاص وقال لي اتزوج. قلت له ألف مبروك. وأفاجأ أنه هو وزوجته في غير اتفاق بالمرة، غير متفقين بالكلية. فإحنا قاعدين في نفس القاعدة، قلت له يا فلان ويا فلانة ليه اتزوجتوا بعض طالما أنتوا غير متفقين؟ فقال لي قضاء وقدر. وهي قالت لي النصيب. الحمد لله النصيب. جميل الرضا، الحمد لله. نقولها دائما الحمد لله. ولكن لما أنت اخترت غلط؟ نفس الشخص سامع الآن يقول ليه هو هذا ما كان في علم الله؟ بلى والله كان في علم الله، ولكن المسألة هل علم الله شيء واحد؟ ما إحنا المشكلة بنأخذ المسألة كلها دائما بأفكارنا وتفكيرنا الضعيف البسيط القاصر، ما بنأخذ المسألة بعلم الله سبحانه وتعالى وخبرته وحكمته جل جلاله. الله سبحانه وتعالى عنده مسارات يصرف بها الأقدار. طيب خليني أبسط لكم الصورة. في أحد علماء المسلمين اسمه الخوارزمي، وهو عالم عظيم وجليل، أفاد البشرية بأشياء عظيمة. من أهم الأشياء اللي أفاد فيها البشرية عالمنا الجليل الخوارزمي هو أنه اخترع أساس لعلم البرمجة، برمجة الحاسب الآلي، نعم كمبيوتر. اخترع له شيء سمي باسمه وهو الخوارزمي. الخوارزم بيقول أنه حتى نؤسس عملية برمجية نحتاج إلى خطوات، كل خطوة تحتمل صواب أم خطأ، وهي 0 أو 1، صواب أم خطأ. فإذن إذا سأخطو هكذا فهي تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. إذا كان صوابا أكمل، وإذا كان خطأ عد أدراجك وابدأ مرة أخرى. اخطو هذه الخطوة، صواب نعم أكمل، خطأ ارجع مرة ثانية. هذا العالم الخوارزمي ما جاب المسألة هكذا عبث. الرجل تعمق في أصل القدر والقضاء، والنظر إلى علم الله سبحانه وتعالى في كيفية تصريف شؤون البشر، فوجد أن الله سبحانه وتعالى أوجد لكل إنسان في كل قرار من قرارات حياته ملايين الأبواب، أيها يختار أيها يقع عليه. وإذا وقع عليه صار الأمر بيد الله سبحانه وتعالى في التسيير، ولكن الاختيار يكون في يدي أنا. إحنا من اليوم نبدأ نخطو الخطوات، ندرسها دراسة جيدة في أي شيء في حياتنا، دراسة، زواج، عمل، سفر، إجازة، ندرس كل الأمر من كل ناحية، وبعد هذا نتوكل على الله، يعني بمبدأ اعقلها وتوكل. الحلقة ثقيلة، ولكن أتمنى إنه بيت القدر نزور دائما ونحن نعلم ماذا نريد منه. ألقاكم في حلقة أخرى في رعاية الله. معز الرماح.